سلام للموجودين وسلام للمتابعين. في مقال على الفيسبوك عجب أحد الموجودين وكثير صرت واعد وبدي أقرأ له إياه، والآن طلع أمامي، عن الفرق بين أخو الدياني ورجل الدين. هذا المقال نزل ب 8 أكتوبر على صفحتي على الفيسبوك تحت عنوان لفت نظري أحد الشباب المتدينين لضرورة عدم استخدام كلمة أخو الديانة. قال لي لا، لا تستخدمها، هي تشقيع مسبي يعني. ولما كنت لا أتلفظ بالمسبات، نحن معودين إنه ما منسب، فتشت عن السبب الذي استدعاني لاستخدام مثل هذه أخو الكلمة. الديانة إنه ليش أنا استخدمتها؟ مضبوط، سلبية يعني، إنه هي تشقيع، بمعنى السلبي. وبالعادة أنا ما بشقع، إنه ليش استخدمتها واستحليتها؟ فحبيت أفهم شو الرسالة منها، فكتبت هالمقال. ما الفرق بين أخو الديانة ورجل الدين؟ أولا، أخو الديانة شخص متصلب عنيد أناني يقوم بتكفير الناس، بينما رجل الدين إنسان متواضع محب مرن ولديه اتزان في طبائع العقل. اثنين، أخو الديانة يقوم بالتفريق والتمييز بين الناس بالمساعدات الخيرية، فيوزع لأخوات الديانة ويحرم الآخرين، ويقوم يعني بتقوية شخصيته بالعبوس والتجهم مع كراهية وحقد تعتلج في القلب. أما رجل الدين فهو إنسان خير من ذاته، طبعه اللطف والابتسام، يعطي المثال عن جمال التسامح بالدين، ويعطي المثال عن صفة العدل، فلا يفرق بين الناس بالعقيدة مثلا. ثلاثة، أخو الديانة يريد الجنة له والنار لغيره، فلا مانع لديه من سرقة الناس وغشهم والتدليس عليهم، فهم من الكفار، ولا مانع إن قام بالفتنة وتشويه السمعة والقتل، فهو سيف الحق المزعوم. أما رجل الدين فهو محب يرى الله في كل إنسان، ليساعد أبدا ولا يؤذي أحدا، يطبق شريعته بالقيم الإنسانية. أربعة، أخو الديانة يميز نفسه بالمظاهر، ويحشد إخوات ديانته ليحاربوا الآخرين، وكأنه مالك لرب العالمين، وقد قطع صك ملكية بالجنة ووكالة حصرية بالدين، ونصب أخو الديانة من نفسه محامي دفاع عن ربه. أما رجل الدين فإنه يدرك أن سكون التواضع صفة أساسية لقوة النور، وأن قبول الآخرين على علاتهم تعتبر صفة إلهية، فالله يقبل الجميع وعدله بالتخيير. فلا نظرة عند رجل الدين لخارج نفسه، ولا حكم ولا تقييم ولا تكفير، بل ينظر لنفسه فينقيها ليسمو بها، لعلها تعود لعالم العقل، حيث العقل الكلي يرفع شعارات أحب الجميع واخدم الجميع. العقل الكلي هون مو شخص محدد، يعني حالة وعي، يرفع شعارات توحيد الخالق على عدد أنفاس الخلائق، ولكل شرعة ومنهاج، وقد علم كل أناس مشربهم. الآن عم بختم المقال، عم بقول أصدقائي رجال دين، طبيعي أصدقائي رجال دين، مش أصدقائي رجال دين، أبوهم النور وأمهم الرحمة، دينهم دين المحبة، وطائفتهم طائفة الإنسانية، ولغتهم لغة القلب، وإلههم شاهد أبدي كلي الوجود. سلامتكم. الله يسلمك.